السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد معلم الناس الخير، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، بعد أن استمعنا إلى تلك التلاوة المباركة نبدأ في قراءة مجلسنا الحديثي التاسع لكتاب الأذكار للإمام النووي الولي العالم رحمه الله تبارك وتعالى، وبرفقتنا عالمان فاضلان وزميلان عزيزان هما فضيلة الأستاذ الدكتور صبحي عبد الفتاح ربيع، أستاذ الحديث وعلومه بكلية الدراسات الإسلامية، وزميلنا الفاضل الأستاذ الدكتور محمد نصر اللبان، أستاذ الحديث وعلومه بكلية أصول الدين. ونبدأ في قراءة هذا المجلس. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب ما يقوله إذا هاجت الريح. ماذا لو أنك وجدت ريحا شديدة، ماذا تقول وقتئذ؟ استمعوا إلى هذا الحديث. قال النووي رحمه الله: روينا في صحيح مسلم رحمه الله عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. نحن نعلم في لغتنا العربية كلمة العصف هي شدة الريح، هي شدة هبوب الريح، وإذا اشتدت الريح أحياناً تدمر كل شيء أمامها، وهذا نراه على شاشات التلفاز حين تشتد الرياح في بلد معينة فيتقلع الأشجار وتقلب السيارات إلى غير ذلك. فكان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قال: وروينا في سنن أبي داود وابن ماجة بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وانتبهوا، الريح من روح الله تعالى، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، إذا رأيتموها فلا تسبوها، وسلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. قوله من روح الله أي من رحمة الله بعباده، وبناء على ذلك فلا يجوز لمسلم أن يسب ريحا أو رياحا أو ما شاكل ذلك، لأنها خلق من خلق الله. قال: وروينا في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى ناشئاً في أفق السماء، معنى كلمة ناشئ يعني حاجة موجودة جديدة في السماء، ترك العمل وإن كان في الصلاة، ترك العمل وإن كان في الصلاة، مش أي صلاة، المراد هنا صلاة النافلة، فلا يجوز أن تقطع صلاة الفريضة، لأن ربنا قال: ولا تبطلوا أعمالكم،
لكن إذا كان هناك عذر وأنت تصلي نافلة فلا مانع من قطعها. كان إذا رأى ناشئا صلى الله عليه وسلم في أفق السماء ترك العمل وإن كان في الصلاة، ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شرها. فإن مطر قال: اللهم صيبا هنيئا. ومعنى صيب معناها مطر كثير أو شديد، وقيل هو المطر الذي يجري ماؤه. ومعنى هنيء كل عمل يأتيك بلا تعب ولا مشقة يقال له هنيء. قال: وروينا في كتاب الترمذي وغيره عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، لا تسبوا الريح، فإن رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال: وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وعثمان بن أبي العاص وأنس وابن عباس وجابر رضي الله عنهم جميعا. قال: وروينا بالإسناد الصحيح في كتاب ابن السني عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتدت الريح يقول: اللهم لقحا لا عقيما. لقحا يعني سحاب حامل ماء كالحيوان حين يحمل، والعقيم الذي لا ماء فيه كالعقيم من الحيوانات لا ولد له. قال: وروينا فيه، أي في ابن السني، عن أنس بن مالك رضي الله عنه وجابر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت كبيرة أو هاجت ريح عظيمة فعليكم بالتكبير، فإنه يجلو العجاج الأسود، والعجاج هو الغبار أو الدخان الأسود. وهذا حديث ضعيف جدا جدا، بل وصل إلى درجة الوضع ولم ينص عليه الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال: وروى الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم بإسناده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ما هبت الريح، ما هبت الريح إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. لأن الرياح كما نعلم تأتي بالخير، مبشرات فيها مطر، أما الريح ففيها عذاب. ولذلك قال الإمام النووي: قال ابن عباس رضي الله عنه في كتاب الله تعالى: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا. وقال: وأرسلنا عليهم الريح العقيم، في عقاب. قال: وأرسلنا الرياح لواقع. وقال سبحانه: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات. فهناك فرق بين الريح وبين الرياح. الريح غالبا تكون نذر، تكون شر، أما الرياح فتأتي بالخير. وذكر الشافعي رحمه الله تعالى حديثا منقطعا عن رجل أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الفقر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تسب الريح. ورزق الإنسان مرتبط بطاعته، فإذا منع الرزق فبسبب المعصية. فلما شكى الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقر علم النبي أن هذه معصية ارتكبها الرجل، فقال رسول الله: لعلك تسب الريح. قال الشافعي رحمه الله: لا ينبغي لأحد أن يسب الرياح، فإنها خلق لله تعالى مطيع، وجند من أجناده،
يجعلها رحمة ونقمة إذا شاء سبحانه وتعالى. قال: باب ما يقول إذا انقض الكوكب، إذا وجدت نجم أو كوكب هوى فماذا تقول؟ قال: روينا في كتاب ابن السن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال، وأرجو أن ننتبه: أمرنا ألا نتبع أبصارنا الكوكب إذا انقض، يعني ما يصحش إن احنا نتبع أبصارنا الكوكب إذا سقط، وأن نقول عند ذلك: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا أدب أدبنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب ترك الإشارة والنظر إلى الكوكب والبرق. فيه الحديث المتقدم في الباب قبله الذي قلناه الآن. وروى الشافعي رحمه الله في الأم بإسناده عمن لا يتهم عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال، هذا كلام مأثور عن عروة بن الزبير ابن أخت السيدة عائشة رضي الله عنها، قال: إذا رأى أحدكم البرق، وإحنا عارفين البرق، أو الودق فلا يشر إليه وليصف ولينعت. قال الشافعي: ولم تزل العرب تكره. قال: باب ما يقرأ إذا سمع الرعد. قال: روينا في كتاب الترمذي بإسناد ضعيف عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، يا رب استجب هذا الدعاء. قال: وروينا بالإسناد الصحيح في الموطأ عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وروى الإمام الشافعي رحمه الله في الأم بإسناده الصحيح عن طاووس الإمام التابعي الجليل رضي الله عنه أنه كان يقول إذا سمع الرعد: سبحان من سبحت له. قال الشافعي: كأنه يذهب إلى قول الله تعالى: ويسبح الرعد بحمده، لأن ربنا قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ومنه الرعد. وذكروا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا مع عمر رضي الله عنه في سفر فأصابنا رعد وبرق وبرد، فقال لنا كعب: من قال حين يسمع الرعد: سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ثلاثا، عفي من ذلك الرعد؟ فقلنا: فعفينا. باب ما يقول إذا نزل المطر. روينا في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا. وروينا في سنن ابن ماجه وفيه: اللهم صيبا نافعا مرتين أو ثلاثا، لأنه يستحب أن يكرر الدعاء ثلاث مرات. وروى الشافعي رحمه الله في الأم بإسناده حديثا مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث. قال الشافعي رحمه الله: وقد حفظت عن غير واحد طلب الإجابة عند نزول الغيث وإقامة الصلاة. باب ما يقوله بعد نزول المطر. قال: روينا في صحيحي البخاري ومسلم رحمهما الله عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، إثر يعني عقب، وسماء يعني مطر، في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ماذا قال ربكم؟
قالوا الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قال الإمام النووي: الحديبية معروفة، وهي بئر قريب من مكة دون مرحلة، ويجوز فيها تخفيف الياء الثانية وتشديدها، والتخفيف هو الصحيح المختار، وهو قول الشافعي وأهل اللغة، والتجديد قول ابن وهب وأكثر المحدثين. والسماء هنا المطر، وإثر بكسر الهمزة وإسكان الثاء، ويقال بفتحهما لغتان. قال العلماء: إن قال مسلم، إن قال مسلم مطرنا بنوء كذا مريدا أن النوء هو الموجد والفاعل المحدث للمطر، صار كافرا مرتدا بلا شك. لو واحد قال المطر دي نزل بسبب الكوكب وبسبب النجوم، لا، أصبح كافرا مرتدا بلا شك. وإن قاله مريدا، مريدا أنه علامة لنزول المطر، فينزل المطر عند هذه العلامة ونزوله بفعل الله تبارك وتعالى وخلقه سبحانه، لم يكفر. واختلفوا في كراهته، والمختار أنه مكروه، ولأنه من ألفاظ الكفار، وهذا ظاهر الحديث، ونص عليه الشافعي رحمه الله في الأم وغيره، والله أعلم. ويستحب أن يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، أعني نزول المطر، نشكر ربنا على نزول المطر. قال: باب ما يقوله إذا نزل المطر وخيف منه الضرر. قال: روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: دخل رجل المسجد يوم الجمعة ورسول الله قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، هي الطرق، فادعوا الله يغثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، ثلاث مرات، لأنه يستحب أن يكرر الدعاء ثلاثا. قال أنس: والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، قطع السحاب، وما بيننا وبين سلع، يعني الجبل المعروف بقرب المدينة، من بيت ولا دار، فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، يعني متوالية. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فانقلعت، انكشفت، وخرجنا نمشي في الشمس. هذا حديث لفظه فيهما، إلا أن في رواية البخاري: اللهم اسقنا بدل أغثنا، وما أكثر فوائده، وبالله التوفيق. قال: باب أذكار صلاة التراويح. اعلم أن صلاة التراويح سنة باتفاق العلماء، وهي 20 ركعة يسلم من كل ركعتين، وصفة نفس الصلاة كصفة باقي الصلوات على ما تقدم بيانه، ويجيء فيها جميع الأذكار المتقدمة كدعاء الافتتاح واستكمال الأذكار الباقية واستيفاء التشهد والدعاء بعده وغير ذلك مما تقدم. وهذا وإن كان ظاهراً معروفاً، يقول النووي: فإنما نبهت عليه لتساهل أكثر الناس فيه وحذفهم أكثر الأذكار، والصواب ما سبق. وأما القراءة فالمختار الذي قاله الأكثرون وأطبق الناس على العمل به أن تقرأ الختمة بكمالها في التراويح جميع الشهر، فيقرأ في كل ليلة نحو جزء من 30 جزءا، ويستحب أن يرتل القراءة ويبينها،
وليحذر من التطويل عليهم بقراءة أكثر من جزء، وليحذر كل الحذر مما اعتاده جهلة أئمة كثير من المساجد من قراءة سورة الأنعام بكمالها في الركعة الأخيرة في الليلة السابعة من شهر رمضان، زاعمين أنها نزلت جملة، وهذه بدعة قبيحة وجهالة ظاهرة مشتملة على مفاسد كثيرة سبق بيانها في كتاب تلاوة القرآن. فجزى الله الإمام النووي رحمه الله على هذه التنبيهات، وندع الكلمة الآن لفضيلة الأستاذ الدكتور صبحي عبد الفتاح ربيع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الموصوف بجميل الأذكار، والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى صحبه وآله الأطهار، وبعد، فبإسناد شيوخنا إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى نكمل القراءة في كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب أذكار صلاة الحاجة. قال: روينا في كتابي الترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له حاجة إلى الله تعالى أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ فليحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين ثم ليثني على الله عز وجل وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبًا إلا غفرته، ولا همًّا إلا فرَّجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. قال الترمذي في إسناده مقال: قلت: ويستحب أن يدعو بدعاء الكرب: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لما قدمناه عن الصحيحين فيهما. قال: وروينا في كتابي الترمذي وابن ماجه عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادعوا الله تعالى أن يعافيني. قال: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال: فادعه. فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه في. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. باب أذكار صلاة التسبيح. قال: روينا في كتاب الترمذي عنه قال، يعني عن الإمام الترمذي قال: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث في صلاة التسبيح، ولا يصح منه كبير شيء. قال: وقد رأى ابن المبارك وغير واحد من أهل العلم صلاة التسبيح وذكروا الفضل فيه. قال الترمذي: حدثنا أحمد بن عبدة قال: حدثنا أبو وهب قال: سألت عبد الله بن المبارك عن الصلاة التي يسبح فيها، قال: يكبر ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ثم يقول 15 مرة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يتعوذ ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم
وفاتحة الكتاب وسورة، ثم يقول 10 مرات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يركع فيقولها 10، ثم يرفع رأسه فيقولها 10، ثم يسجد فيقولها 10، ثم يرفع رأسه فيقولها 10، ثم يسجد الثانية فيقولها 10، يصلي 4 ركعات على هذا، فذلك 75 تسبيحة في كل ركعة. يبدأ 15 تسبيحة ثم يقرأ، ثم يسبح 10، فإن صلى ليلا فالأحب إلي أن يسلم في ركعتين، وإن صلى نهارا فإن شاء سلم وإن شاء لم يسلم. وفي رواية عن عبد الله بن المبارك أنه قال: يبدأ في الركوع: سبحان ربي العظيم، وفي السجود: سبحان ربي الأعلى 3، ثم يسبح التسبيحات. وقيل لابن المبارك: إن سهى في هذه الصلاة هل يسبح في سجدتي السهو 10 10؟ قال: لا، إنما هي 300 تسبيحة. وروينا في كتابي الترمذي وابن ماجه عن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: يا عم، ألا أصلك؟ ألا أحبوك؟ ألا أنفعك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: يا عم، صل 4 ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة القرآن وسورة، فإذا انقضت القراءة فقل: الله أكبر والحمد لله وسبحان الله 15 مرة قبل أن تركع، ثم اركع فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10، ثم اسجد فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10، ثم اسجد فقلها 10، ثم ارفع فقلها 10 قبل أن تقوم، فتلك 75 في كل ركعة، وهي 300 في 4 ركعات، فلو كانت ذنوبك مثل رمل عالج غفرها الله تعالى لك. قال: يا رسول الله، من يستطيع أن يقولها في يوم؟ قال: إن لم تستطع أن تقولها في يوم فقلها في جمعة، فإن لم تستطع أن تقولها في جمعة فقلها في شهر. فلم يزل يقول له حتى قال: قلها في سنة. قال الترمذي: هذا حديث غريب. قلت: قال الإمام أبو بكر بن العربي في كتابه الأحوزي في شرح الترمذي: حديث أبي رافع هذا ضعيف، ليس له أصل في الصحة ولا في الحسن. قال: وإنما ذكره الترمذي لينبه عليه لئلا يغتر به. قال: وقول ابن المبارك ليس بحجة. هذا كلام ابن العربي. وقال العقيلي: ليس في صلاة التسبيح حديث يثبت. وذكر أبو الفرج بن الجوزي أحاديث صلاة التسبيح وطرقها، ثم ضعفها كلها وبين ضعفها، ذكره في كتابه في الموضوعات. قال الإمام النووي: وبلغنا عن الإمام الحافظ أبي الحسن الدارقطني رحمه الله تعالى أنه قال: أصح شيء في فضائل السور فضل قل هو الله أحد، وأصح شيء في فضائل الصلوات فضل صلاة التسبيح. وقد ذكرت هذا الكلام مسنداً في كتاب طبقات الفقهاء في ترجمة أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني، ولا يلزم من هذه العبارة أن يكون حديث صلاة التسبيح صحيحاً، فإنهم يقولون هذا أصح ما جاء في الباب وإن كان ضعيفا، ومرادهم أرجحه أو أقله ضعفا. قلت: وقد نص جماعة من أئمة أصحابنا على استحباب صلاة التسبيح هذه، منهم أبو محمد البغوي وأبو المحاسن الروياني. قال الروياني في كتابه البحر في آخر كتاب الجنائز: اعلم أن صلاة التسبيح مرغب فيها،
يستحب أن يعتادها في كل حين ولا يتغافل عنها. قال: هكذا قال عبد الله بن المبارك وجماعة من العلماء. قال: وقيل لعبد الله بن المبارك: إن سهى في صلاة التسبيح أيسبح في سجدتي السهو عشرًا عشرًا؟ قال: لا، إنما هي 300 تسبيحة. وإنما ذكرت هذا الكلام في سجود السهو، وإن كان قد تقدم لفائدة لطيفة، وهي أن مثل هذا الإمام إذا حكى هذا ولم ينكر أشعر ذلك بأنه يوافقه، فيكثر القائل بهذا الحكم. وهذا الروياني من فضلاء أصحابنا المطلعين، والله أعلم. كتاب أذكار الزكاة، باب الأذكار المتعلقة بالزكاة. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة قال: اللهم صل عليهم. فأتاه أبو أوفى بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: الاختيار أن يقول آخذ الزكاة لدافعها آجرك الله فيما أعطيت وجعله لك طهورا وبارك لك فيما أبقيت. وهذا الدعاء مستحب لقابض الزكاة سواء كان الساعي أو الفقراء، وليس الدعاء بواجب على المشهور من مذهبنا ومذهب غيرنا. وقال بعض أصحابنا إنه واجب لقول الشافعي، فحق على الوالي أن يدعو له، ودليله ظاهر الأمر في الآية. قال العلماء: ولا يستحب أن يقول في الدعاء: اللهم صل على فلان. والمراد بقوله تعالى: وصل عليهم، أي ادعُ لهم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل عليهم، فقاله لكون لفظ الصلاة مختصًّا به، فله أن يخاطب به من يشاء بخلافنا نحن. قالوا: وكما لا يقال محمد عز وجل وإن كان عزيزا جليلا، فكذا لا يقال أبو بكر أو علي صلى الله عليه، بل يقال رضي الله عنه أو رضوان الله عليه وشبه ذلك. فلو قال صلى الله عليه فالصحيح الذي عليه جمهور أصحابنا أنه مكروه كراهة تنزيه. وقال بعضهم: هو خلاف الأولى ولا يقال مكروه. وقال بعضهم: لا يجوز، وظاهره التحريم. ولا ينبغي أيضا في غير الأنبياء أن يقال عليه السلام أو نحو ذلك إلا إذا كان خطابا أو جوابا، فإن الابتداء بالسلام سنة ورده واجب. ثم هذا كله في الصلاة والسلام على غير الأنبياء مقصودًا، أما إذا جُعل تبعًا فإنه جائز بلا خلاف، فيقال: اللهم صل على محمدٍ وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وتُبَّاعِه، لأن السلف لم يمتنعوا من هذا، بل قد أُمِرنا به في التشهُّد وغيره، بخلاف الصلاة عليه منفردًا. وقد قدَّمتُ ذكر هذا الفصل مبسوطًا في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فصل: اعلم أن نية الزكاة واجبة، ونيتها تكون بالقلب كغيرها من العبادات، ويستحب أن يضم إليه التلفظ باللسان كما في غيرها من العبادات. فإن اقتصر على لفظ اللسان دون النية بالقلب ففي صحته خلاف. الأصح أنه لا يصح، ولا يجب على دافع الزكاة إذا نوى أن يقول مع ذلك: هذه زكاة، بل يكفيه الدفع إلى من كان من أهلها
ولو تلفظ بذلك لم يضره، والله أعلم. فصل. يستحب لمن دفع زكاة أو صدقة أو نذرا أو كفارة ونحو ذلك أن يقول: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فقد أخبر الله سبحانه وتعالى بذلك عن إبراهيم وإسماعيل صلى الله عليهما وسلم، وعن امرأة عمران. كتاب أذكار الصيام. باب ما يقوله إذا رأى الهلال وما يقول إذا رأى القمر. روينا في مسند الدارمي وكتاب الترمذي عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. قال الترمذي: حديث حسن. وروينا في مسند الدارمي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله. وروينا في سنن أبي داود في كتاب الأدب عن قتادة أنه بلغه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، آمنت بالذي خلقك 3 مرات، ثم يقول: الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا. وفي رواية عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال صرف وجهه عنه، هكذا رواهما أبو داود مرسلين. وفي بعض نسخ أبي داود قال: قال: ليس في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسند صحيح. ورويناه في كتاب ابن السني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما رؤية القمر فروينا في كتاب ابن السني عن عائشة رضي الله عنها قالت: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فإذا القمر حين طلع فقال: تعوذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب. وروينا في حلية الأولياء بإسناد فيه ضعف عن زياد النميري عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ورويناه أيضا في كتاب ابن السني. باب الأذكار المستحبة في الصوم. يستحب أن يجمع في نية الصوم بين القلب واللسان كما قلنا في غيره من العبادات، فإن اقتصر على القلب كفاه، وإن اقتصر على اللسان لم يجزئه بلا خلاف. والسنة إذا شتمه غيره أو تسافه عليه في حال صومه أن يقول: إني صائم، إني صائم، مرتين أو أكثر. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم، إني صائم، مرتين. قلت: قيل إنه يقول بلسانه ويسمع الذي شاتمه لعله ينزجر، وقيل يقوله بقلبه لينكف عن المسافهة ويحافظ على صيانة صومه، والأول أظهر. ومعنى شاتمه شتمه متعرضاً لمشاتمته، والله أعلم. وروينا في كتابي الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. قال الترمذي: حديث حسن. قلت: هكذا الرواية
حتى بالتاء المسنات فوق. باب ما يقول عند الإفطار. روينا في سنن أبي داود والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. قلت: الظمأ مهموز الآخر مقصور، وهو العطش. قال الله تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ. وإنما ذكرت هذا وإن كان ظاهرا لأني رأيت من اشتبه عليه فتوهمه ممدودا. وروينا في سنن أبي داود عن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. هكذا رواه مرسلا. وروينا في كتاب ابن السني عن معاذ بن زهرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت. وروينا في كتاب ابن السني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. وروينا في كتابي ابن ماجه وابن السني عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. قال ابن أبي مليكة: سمعت عبد الله بن عمرو إذا أفطر يقول: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. اللهم أمين. باب ما يقول إذا أفطر عند قوم. روينا في سنن أبي داود وغيره بالإسناد الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. ورويناه في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر عند قوم دعا لهم فقال: أفطر عندكم الصائمون، إلى آخره. باب ما يدعو به إذا صادف ليلة القدر. روينا بالأسانيد الصحيحة في كتب الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إن علمت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال أصحابنا رحمهم الله: يستحب أن يكثر فيها من هذا الدعاء، ويستحب قراءة القرآن وسائر الأذكار والدعوات المستحبة في المواطن الشريفة، وقد سبق بيانها مجموعة ومفرقة. قال الشافعي رحمه الله: أستحب أن يكون اجتهاده في يومها كاجتهاده في ليلتها، هذا نصه. ويستحب أن يكثر فيها من الدعوات بمهمات المسلمين، فهذا شعار الصالحين وعباد الله العارفين، وبالله التوفيق. باب الأذكار في الاعتكاف. قال رحمه الله: يستحب أن يكثر فيه من تلاوة القرآن وغيره من الأذكار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ويكمل القراءة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد نصر، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بالإسناد المتصل إلى الإمام النووي قال: كتاب أذكار الحج. اعلم أن أذكار الحج ودعواته كثيرة لا تنحصر، لكن نشير إلى المهم من مقاصدها، والأذكار التي فيه على ضربين: أذكار في سفره، وأذكار في نفس الحج. فأما التي في سفره فنؤخرها لنذكرها في أذكار الأسفار إن شاء الله تعالى.
وأما التي في نفس الحج فنذكرها على ترتيب عمل الحج إن شاء الله تعالى، وأحذف الأدلة والأحاديث في أكثرها خوفاً من طول الكتاب وحصول السآمة على مطالعه، فإن هذا الباب طويل جداً، فلهذا أسلك فيه لاختصار إن شاء الله تعالى. فأول ذلك، إذا أراد الإحرام اغتسل وتوضأ ولبس إزاره ورداءه، وقد قدمنا ما يقوله المتوضئ والمغتسل وما يقوله إذا لبس الثوب، ثم يصلي ركعتين وتقدمت أذكار الصلاة، ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، فإذا فرغ من الصلاة استحب أن يدعو بما شاء، وتقدم ذكر جمل من الدعوات والأذكار خلف الصلاة. فإذا أراد الإحرام نواه بقلبه، ويستحب أن يساعد بلسانه قلبه فيقول نويت الحج وأحرمت به لله عز وجل، لبيك اللهم لبيك إلى آخر التلبية. والواجب نية القلب، واللفظ سنة، فلو اقتصر على القلب أجزأه، ولو اقتصر على اللسان لم يجزئه. قال الإمام أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي لو قال يعني بعد هذا اللهم لك أحرم نفسي وشعري وبشري ولحمي ودمي كان حسنا. وقال غيره يقول أيضا اللهم إني نويت الحج فأعني عليه وتقبله مني، ويلبي فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستحب أن يقول في أول تلبية يلبيها لبيك اللهم بحجة إن كان أحرم بحجة، أو لبيك بعمرة إن كان أحرم بها، ولا يعيد ذكر الحج ولا العمرة فيما يأتي بعد ذلك من التلبية على المذهب الصحيح المختار. واعلم أن التلبية سنة، لو تركها صح حجه وعمرته ولا شيء عليه، لكن فاتته الفضيلة العظيمة والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصحيح من مذهبنا ومذهب جماهير العلماء، وقد أوجبها بعض أصحابنا واشترطها لصحة الحج بعضهم، والصواب الأول، لكن تستحب المحافظة عليها للاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وللخروج من الخلاف، والله أعلم. وإذا أحرم عن غيره قال نويت الحج وأحرمت به لله تعالى عن فلان، لبيك اللهم عن فلان، إلى آخر ما يقوله من يحرم عن نفسه. فصل. ويستحب أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد التلبية، وأن يدعو لنفسه ولمن أراد بأمور الآخرة والدنيا، ويسأل الله تعالى رضوانه والجنة، ويستعيذ به من النار. ويستحب الإكثار من التلبية، ويستحب ذلك في كل حال، وقائما وقاعدا وماشيا وراكبا ومضطجعا ونازلا وسائرا ومحدثا وجنبا وحائضا، وعند تجدد الأحوال وتغايرها زمانا ومكانا وغير ذلك، كإقبال الليل والنهار، وعند الأسحار واجتماع الرفاق، وعند القيام والقعود والصعود والهبوط،
والركوب والنزول وأدبار الصلوات وفي المساجد كلها، والأصح أنه لا يلبي في حال الطواف والسعي لأن لهما أذكاراً مخصوصة. ويستحب أن يرفع صوته بالتلبية بحيث لا يشق عليه، وليس للمرأة رفع الصوت لأن صوتها يخاف الافتتان به. ويستحب أن يكرر التلبية كل مرة 3 مرات فأكثر، ويأتي بها متوالية لا يقطعها بكلام ولا غيره. وإن سلم عليه إنسان رد السلام، ويكره السلام عليه في هذه الحالة. وإذا رأى شيئا فأعجبه قال: لبيك إن العيش عيش الآخرة، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم أن التلبية لا تزال مستحبة حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر، أو يطوف طواف الإفاضة إن قدمه عليها. فإذا بدأ بواحد منهما قطع التلبية مع أول شروعه فيه واشتغل بالتكبير. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ويلبي المعتمر حتى يستلم الركن. فصل. فإذا وصل المحرم إلى حرم مكة زاده الله شرفا، استحب له أن يقول: اللهم هذا حرمك وأمنك، فحرمني على النار وأمني من عذابك يوم تبعث عبادك، واجعلني من أوليائك وأهل طاعتك، ويدعو بما أحب. فصل. فإذا دخل مكة ووقع بصره على الكعبة استحب أن يرفع يديه ويدعو، فقد جاء أنه يستجاب دعاء المسلم عند رؤية الكعبة، ويقول: اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ومهابةً، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفاً وتكريماً وتعظيماً وبراً. ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام. ثم يدعو بما شاء من خيرات الآخرة والدنيا، ويقول عند دخول المسجد ما قدمناه في أول الكتاب في جميع المساجد. فصل في أذكار الطواف. يستحب أن يقول عند استلام الحجر الأسود أولا، وعند ابتداء الطواف أيضا: بسم الله، والله أكبر، اللهم إيمانا بك، وتصديقاً بكتابك، ووفاءً بعهدك، واتباعاً لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ويستحب أن يكرر هذا الذكر عند محاذاة الحجر الأسود في كل طوفة، ويقول في رمله في الأشواط 3: اللهم اجعله حجاً مبروراً، وذنباً مغفوراً، وسعياً مشكوراً. ويقول في 4 الباقية: اللهم اغفر وارحم، واعفو عما تعلم، وأنت الأعز الأكرم، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. قال الشافعي رحمه الله: أحب ما يقال في الطواف اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة إلى آخره. قال: وأحب أن يقال في كله. ويستحب أن يدعو فيما بين طوافه بما أحب من دين ودنيا، ولو دعا واحد وأمن جماعة فحسن. وحكي عن الحسن رحمه الله
أن الدعاء يستجاب هنالك في 15 موضعاً، في الطواف وعند الملتزم وتحت الميزاب وفي البيت وعند زمزم وعلى الصفا والمروة وفي المسعى وخلف المقام وفي عرفات وفي المزدلفة وفي منى وعند الجمرات الثلاث. فمحروم من لا يجتهد في الدعاء فيها. ومذهب الشافعي وجماهير أصحابه أنه يستحب قراءة القرآن في الطواف لأنه موضع ذكر، وأفضل الذكر قراءة القرآن. واختار أبو عبد الله الحليمي من كبار أصحاب الشافعي أنه لا يستحب قراءة القرآن فيه، والصحيح هو الأول. قال أصحابنا: والقراءة أفضل من الدعوات غير المأثورة، وأما المأثورة فهي أفضل من القراءة على الصحيح، وقيل القراءة أفضل منها. قال الشيخ أبو محمد الجويني: يستحب أن يقرأ في أيام الموسم ختمة في طوافه فيعظم أجرها، والله أعلم. ويستحب إذا فرغ من الطواف ومن صلاته ركعتي الطواف أن يدعو بما أحب، ومن الدعاء المنقول فيه: اللهم أنا عبدك وابن عبديك، أتيتك بذنوب كثيرة وأعمال سيئة، وهذا مقام العائذ بك من النار، فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. فصل في الدعاء في الملتزم، وهو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود. قد قدمنا أنه يستجاب فيه الدعاء، ومن الدعوات المأثورة: اللهم لك الحمد حمداً يوافي نعمك ويكافئ مزيدك، أحمدك بجميع محامدك ما علمت منها وما لم أعلم، على جميع نعمك ما علمت منها وما لم أعلم، وعلى كل حال اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. اللهم أعذني من الشيطان الرجيم، وأعذني من كل سوء، وقنعني بما رزقتني، وبارك لي فيه. اللهم اجعلني من أكرم وفدك علي، وألزمني سبيل الاستقامة حتى ألقاك يا رب العالمين. ثم يدعو بما أحب. فصل في الدعاء في الحج بكسر الحاء وإسكان الجيم، وهو محسوب من البيت. وقد قدمنا أنه يستجاب الدعاء فيه، ومن الدعاء المأثور فيه: يا ربي أتيتك من شقة بعيدة مؤملا معروفك، فأنلني معروفا من معروفك تغنيني به عن معروف من سواك، يا معروفا بالمعروف. فصل في الدعاء في البيت. قد قدمنا أنه يستجاب الدعاء فيه، وروينا في كتاب النسائي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت أتى ما استقبل من دبر الكعبة، فوضع وجهه وخده عليه، وحمد الله تعالى وأثنى عليه، وسأله واستغفره، ثم انصرف إلى كل ركن من أركان الكعبة فاستقبله بالتكبير والتهليل والتسبيح والثناء على الله عز وجل والمسألة والاستغفار، ثم خرج. فصل في أذكار السعي. قد تقدم أنه يستجاب الدعاء فيه، والسنة أن يطيل القيام على الصفا ويستقبل الكعبة فيكبر ويدعو فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد،
الله أكبر على ما هدانا، والحمد لله على ما أولانا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. ثم يدعو بخيرات الآخرة والدنيا، ويكرر هذا الذكر والدعاء 3 مرات ولا يلبي. وإذا وصل إلى المروة رقى عليها وقال الأذكار والدعوات التي قالها على الصفا. قال الإمام النووي: وروينا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول على الصفا: اللهم عصمني بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك صلى الله عليه وسلم، وجنبنا حدودك، اللهم اجعلنا نحبك ونحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك ونحب عبادك الصالحين، اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك ورسلك وإلى عبادك الصالحين، اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، واجعلنا من أئمة المتقين. ويقول في ذهابه ورجوعه بين الصفا والمروة: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. ومن الأدعية المختارة في السعي وفي كل مكان: اللهم يا مقلب القلوب، ثبِّت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ولو قرأ القرآن كان أفضل. وينبغي أن يجمع بين هذه الأذكار والدعوات والقرآن، فإن أراد الاقتصار أتى بالمهم. فصل في الأذكار التي يقولها في خروجه من مكة إلى عرفات: يستحب إذا خرج من مكة متوجهاً إلى منى أن يقول: اللهم إياك أرجو ولك أدعو، فبلغني صالح أملي، واغفر لي ذنوبي، وامنن علي بما مننت به على أهل طاعتك، إنك على كل شيء قدير. وإذا سار من منى إلى عرفة استحب أن يقول: اللهم إليك توجهت، ووجهك الكريم أردت، فاجعل ذنبي مغفورا، وحجي مبرورا، وارحمني ولا تخيبني، إنك على كل شيء قدير. ويلبي ويقرأ القرآن، ويكثر من سائر الأذكار والدعوات، ومن قوله: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. فصل في الأذكار والدعوات المستحبات بعرفات: قد قدمنا في أذكار العيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي:
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فيستحب الإكثار من هذا الذكر والدعاء ويجتهد في ذلك، فهذا اليوم أفضل أيام السنة للدعاء، وهو معظم الحج ومقصوده والمعول عليه. فينبغي أن يستفرغ الإنسان وسعه في الذكر والدعاء وفي قراءة القرآن، وأن يدعو بأنواع الأدعية، ويأتي بأنواع الأذكار، ويدعو ويذكر في كل مكان، ويدعو منفرداً ومع جماعة، ويدعو لنفسه ووالديه وأقاربه ومشايخه وأصحابه وأصدقائه وأحبابه وسائر من أحسن إليه وجميع المسلمين. وليحذر كل الحذر من التقصير في ذلك كله، فإن هذا اليوم لا يمكن تداركه بخلاف غيره. ولا يتكلف السجع في الدعاء، فإنه يشغل القلب ويذهب الانكسار والخضوع والافتقار والمسكنة والذلة والخشوع. ولا بأس بأن يدعو بدعوات محفوظة معه له أو لغيره، مسجوعة إذا لم يشتغل بتكلف ترتيبها ومراعاة إعرابها. والسنة أن يخفض صوته بالدعاء، ويكثر من الاستغفار والتلفظ بالتوبة من جميع المخالفات مع الاعتقاد بالقلب، ويلح في الدعاء ويكرره، ولا يستبطئ الإجابة، ويفتتح دعاءه ويختتمه بالحمد، بالحمد لله تعالى والثناء عليه سبحانه وتعالى، والصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليختمه بذلك، وليحرص على أن يكون مستقبل الكعبة وعلى طهارة. قال: روينا في كتاب الترمذي عن علي رضي الله عنه قال: أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في الموقف: اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي، ولك ربي تراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. ويستحب الإكثار من التلبية فيما بين ذلك، ومن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكثر من البكاء مع الذكر والدعاء، فهناك تسكب العبرات وتستقال العثرات وترتجى الطلبات، وإنه لموقف عظيم ومجمع جليل يجتمع فيه خيار عباد الله المخلصين، وهو أعظم مجامع الدنيا. ومن الأدعية المختارة: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم اغفر لي مغفرة تصلح بها شأني في الدارين، وارحمني رحمة أسعد بها في الدارين، وتب علي توبة نصوحا لا أنكثها أبدا، وألزمني سبيل الاستقامة لا أزيغ عنها أبدا، اللهم انقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة، وأغنني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك، ونور قلبي وقبري، وأعذني من الشر كله، واجمع لي الخير كله. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.